تحية مجددة بحضراتكم مشاهدينا، لسه هنكمل مع حضراتكم طبعا طول فقراتنا ونبدأ نتكلم عن الأخبار الخاصة بالقلعة البيضاء. وأول خبر معنا عن عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللي بدأ أنه ينتظم في التدريبات الجماعية اللي أقيمت أمس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بعد ما تماثل للشفاء من الإصابة. بنقول له الحمد لله على السلامة يا عبد الله، وأكيد بنتمنى عودتك للملاعب سريعا. لاعب طبعا كان بيعاني من التواء في الكاحل وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي في الفترة الأخيرة لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية. وأعتقد التوقيت ده تحديدا توقيت هام جدا لعبدالله جمعة والنادي الزمالك، خصوصا بعد عدم وضوح الرؤية الخاصة بأحمد فتوح بعد إصابته في المباراة الماضية لمنتخبنا الوطني المصري، أو قبل الماضية تحديدا مباراة أنجولا، واللي غاب على أثرها في المباراة الماضية. بنتمنى أن فتوح يكون جاهز وأيضا عبدالله جمعة يكون سند ليه مع تواجد محمد عبد الشافي. وأعتقد الجبهة اليسرى أو تحديدا مركز الظهير الأيسر من الجبهات المميزة جدا في نادي الزمالك. بس تفتكري هذا الموسم مع يعني عدم القيد للاعبين، كنا شفنا كارتيرون في بعض المباريات ابتدى ان هو يلعب بعبد الله جمعه في مراكز ثانيه، ممكن ايضا عبد الله جمعه يكون يرجع لمكانه الاساسي اللي هو في الطرف الايمن. عبد الله جمعه قصته فيها ثلاث اركان. اول ركن ان هو حظ وحش، يعني خلينا واقعيين، حظه احنا كنا بنتكلم في بدايه الحلقه على الحظ. عبد الله جمعه من اللعيبه اللي الحظ معاندها بقاله فتره كبيره، لانه اصابه بتيجي بعدها اصابه تانية، بيرجع وبيكون متواجد في التمرينات وبيدي اكتر ما عنده، وبعدين بترجع تاني اصابه ممكن ان هي تكون عنده فبتبعده مره تانية. ده اول حاجه. تاني حاجه قصه التجديد. عبد الله جمعه في يناير يعتبر خلاص ممكن ان هو يمضي في اي نادي تاني. فهنا لما بنتكلم على جزئيه زي دي بنتكلم على الاستقرار النفسي، نتكلم على الاستقرار النفسي لأي لاعب، ده اللي بيخليه يكون عنده عزيمة وإصرار ويكون عنده معنويات مرتفعة إن هو يقدر يدي كمان أكتر وأكتر داخل الملعب. الجزئية الأخيرة بقى اللي غانم بيتكلم فيها هي الجزئية الخاصة بالروتيشن، أو مين عندي متواجد في المركز ده. عندنا طبعا بالنسبة للزمالك بنتكلم في عبد الشافي، بنتكلم في عبد الله جمعة، وبنتكلم في فتوح. عبد الشافي بقاله فترة غايب عن المباريات، فتوح متواجد بشكل اساسي ومستر باتريس كارتيرون بيعتمد عليه، ولكن هنا لما بتتكلم على عبد الله جمعه فتوح بيتصاب، هنا هتختار ما بين عبد الشافي وعبد الله جمعه. طب لو هما مش جاهزين هما الاثنين، هنا يبقى عندك مشكله. فكره بقى انك تعتمد على عبد الله جمعه في نادي الزمالك في اي مراكز ثانيه، عبد الله جمعه ممكن يلعب باك شمال، ممكن يلعب جناح شمال، ممكن يلعب جناح يمين كمان. انا كمان عمال افتكر في مباراه تحديدا على يعني الذاكره اتلتيكو، لا لا لا، في مباراة كمان لما بيلعب قدام فتوح أو قدام عبد الشافي، أعتقد مباراة سيراميكا كليوباترا الموسم الماضي اللي الزمالك كان متأخر فيها بهدف، ومباراة وادي دجلة اللي الزمالك تعادل فيها، بيعمل جبهة يسرى قوية جدا، وأعتقد كمان بتبقى قوية هجوميا وقوية دفاعيا، بيبقى فيها روتيشن وتبادل ما بين الـ يعني الاثنين اللي بيلعبوا فيها. ده بيأكد نفس الجزئية انه الزمالك ما بقاش قدامه فرص كبيرة للتعاقد مع لاعبين، وانه الزمالك فكرة القيد او غلق باب القيد على النادي ده هيخلي انه في مأزق في فكرة التعاقدات، او فكرة ان يكون في اعراض خلال الموسم اللي جاي. علشان كده زي ما غانم كان بيقول لازم ان يكون في استقرار نفسي لكل اللعيبة، لازم اللعيبة اللي لسه ملفاتها مفتوحة بالنسبة للتجديدات يكون في نظر ليها، وطبعا بالنسبة للإصابات لازم يكون في دايما بدائل. معلومه كمان نضيفها، ايه بقى؟ خاسس جدا عبد الله، مركز حتى عكس الفتره اللي كان بيلعب فيها، يعني دلوقتي ان هو يوصل للقوام البدني ده وفي عز الاصابه، اعتقد ده نجاح من عبد الله جمعه. هو مركز وعايز يبعت رساله معينه ان هو بالزبط. انا موجود بالزبط. فهنشوف الايام اللي جايه هتخبينا، هنشوف الايام اللي جايه مخبيه له هو نفسه كمان بالزبط. ايه والنادي بس مش هنختلف عليه، هو لعيب اكيد ملتزم فنيا واخلاقيا، واعتقد لاعب جيد بشكل صحيح. نروح مع حضراتكم كمان بقى لمستر باتريس كارتيرون، واللي تمسك بمشاركه يوسف اوباما، متمسك بان هو يفضل يلعب يوسف اوباما اساسيا امام الاسماعيلي في المباراه اللي هتجمع الفريقين على ملعب الاسماعيلي في الجوله الرابعه من مسابقه الدوري العام. واكد للجهاز المعاون ان هو باحتياج شديد جدا للاعب في المباراه اللي بكلم حضراتكم عليها اللي هي مباراه الاسماعيلي القادمه، وانه على الرغم من تراجع مستوى اوباما الا ان وجوده مهم جدا في تشكيل الفريق. ده بيخلينا نروح لجزئيه مهمه. اول حاجه ان اوباما من اللعيبه الموفقين في مباريات الاسماعيلي، يعني دايما هو وشيكابالا وبيبقوا كده في بعض المباريات يقول لك ده بيكون كعبه عالي، بالظبط كده في المباريات دي، وبيكون في كيمياء ما بينه وما بين مباريات الاسماعيلي. ده جزئيه. الجزئيه الثانيه كمان الخاصه باوباما انه كارتيرون
بيتمسك بأوباما أو بأي لاعب تاني كمان يا غانم حتى لو الظروف ما عنده. ليه؟ لأن ده بيأكد نظرية أنه ممكن يكون ما كانش موفق في مباراة، ولكن هو عارف أن عنده إمكانيات عالية جدا في مباراة بعدها ممكن يحرز هدف أو هدفين وتلاقي الأمور بترجع لمجراها مرة تانية. ولكن فكرة أن أنا أكسر لاعب أو أن أنا أخلي اللاعب ثقته تتهز بس على فكرة تتهز بنفسه شيكابالا بصراحة برضو يعني ساحر الخبر اللي جاي بينسي مع شيكابالا، بس الاسيست بصراحة تعد أكتر من مرة في أكتر زاوية بصراحة من الاسيستات اللي كانت حلوة في الدوري الموسم الماضي. صحيح. طيب عموما هو أوباما مش هيتضايق لو احنا بنفرق يعني طبعا الأفاتشي أكيد أكيد مبارياته وأكيد أهدافه لا تنسى بالنسبة حتى ليه ولكل زمايله ولكل عشاء نادي الزمالك. وزي ما أنت بتقول بقى يا غانم بخصوص ننتقل من أوباما ونروح كمان لشيكابالا، ولاننا احنا طبعا مقسمين الاخبار اللي بنتداولها مع حضراتكم بنتكلم على نادي الزمالك، اوقات بنتكلم على النادي الاهلي الاول، فنخلص كل الاخبار الخاصه بالقلعه البيضاء والحديث دلوقتي على محمود عبد الرازق شيكابالا اللي كان حضراتكم بتتابعوا معانا طبعا الاسيست الرائع اللي كان عمله ليوسف اوباما في احد مباريات نادي الزمالك في الموسم الماضي. كلام دلوقتي على شيكابالا بعد القرار الايقاف اللي كان خاص به 8 مباريات، وطبعا كان في قرار ايضا لشيكابالا من مركز التسويه والتحكيم برفع الايقاف عنه. القصه دلوقتي ايه؟ ان شيكابالا بيفكر ان هو يرفع دعوه قضائيه ضد اتحاد الكره لطلب تعويض عن الفتره اللي تم ايقافه فيها عن المشاركه مع نادي الزمالك، خاصه ان اللاعب كان حصل على حكم من مركز التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عنه، ولكن اتحاد الكرة رفض تنفيذ الحكم وخلاص. نادي الزمالك دلوقتي يوم الجمعة خلاص الجولة الرابعة الإيقاف قرب بيترفع عن شيكابالا وهيرجع يشارك بصورة رسمية، ولكن شيكابالا حاليا بيخضع لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للمشاركة مع نادي الزمالك بعد انتهاء فترة الإيقاف. واعتقد ان وجود ايضا شيكابالا كقائد او بالامور الفنيه حتى لو بيشارك في بعض الدقائق من المباريات او يبدا اساسيا ويتم استبداله هام جدا لنادي الزمالك. وامام حضراتكم لقطات احتفال شيكابالا في الموسم الماضي مع ابنه طبعا ربنا يبارك له فيه، ووجود شيكابالا هام جدا لنادي الزمالك كفاح. صحيح يا غانم، وجود شيكابالا هو ايقونه ورمز كبير جدا لكل عشاق القلعه البيضاء، وبنتمنى دايما ان الامور يعني طولت او بقالها فتره علشان يتم حسمها او يتم حلها. دايما مصلحه اللاعب بتيجي فوق كل شيء، ودايما اللاعب بيكون عايز يلعب ويكون متواجد، خصوصا انه شيكابالا عمره مش صغير، ففكره ان انا اتعطل شهر 2 3 4 5 6 7 8 8 شهور وبعد كده يكون في قرار انه لا المفروض ان انا اكون متواجد وبلعب ومفيش سبب لايقافي، واتحاد الكوره يكون ما بيحسمش الامر او بيتاخر في حسم الامر، كل ده اكيد بيصب مش في مصلحه اللاعب. وفكره ان احنا نحسم الامور وان يكون خلاص بتتقفل مشكله تم حلها تتقفل في ساعتها اللاعب يكون متواجد وبيشارك، لان ده حقه الموسم هيروح عليه وده طبيعي جدا، وحقه ان هو يلجا للقضاء او ان هو يرفع دعوه قضائيه ضد اتحاد الكوره. اي لاعب بيطالب بحقه ما يقدرش حد يقول له لا، ولكن ليه اصلا الامور توصل او تتفاقم او توصل للمرحله دي؟ دايما بنطالب انه خلاص طالما الامور اتحلت ترجع تاني الامور تمشي، مفيش مصلحه ان اللاعب يوقف كل الفتره دي او ان هو ما يشاركش. هنا ما بنتكلمش على شيكابالا بس، بنتكلم على اي مشكله تطول اي لاعب في مسابقه الدوري المصري الممتاز، لازم يكون على طول في حل للمشكله دي وترجع الامور لمجراها. بنتمنى كل التوفيق اكيد ليه.